انت يعني انت ازيك مثلا جاي من مصر من اسبانيا من اوروبا من كذا، لكن احنا مش قادرين نطلع. صحيح احنا في يعني في على البحر، لكن بنعد حالنا بسجن. اليوم يوم الغضب البحر. غزة لو فيش فيها بحر كان نبصر ايش صار فيه. يعني هو المنفذ الوحيد للناس. اليوم يعني صار الكل بيتحكم فيه في البحر، في اشياء، طيب اي حاجة. يعني اي بلد كل يوم في يعني احنا اللي زينا عادة اقلمنا على الاشي هذا. فيش امل عندنا. إذا أنتم شايفين في أمل قولوا لنا وين هو عشان ندور عليه. وين الأمل؟ أنت شايف لما تنزل زي الهجنة، لا حرام مش عارف شو مدري إيش زي هيك. وقت ما يكون في ركوب أمواج فيش خط أحمر، ما يعني لازم ننزل لأنه الشغل ملحق عليه. بعرفش حاجة غير الشياطين. شفنا كيف كنا في الموج في عالم آخر. كل واحد له هدف أو أمنية في الحياة أو حلم. صار ما يقارب 42 سنة عمري، ونعشت حضلني زي ما أنا حتى أموت.